وعن حالة الطقس مشاهدينا الكرام، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وأيضا شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد وشديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء في مالي بان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وأيضا عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.